جه بقى الرئيس السيسي. الرئيس السيسي طبعا الله يكون في عونه، طبعا دي حقيقة ومش بقول كده يعني مجاملة، مفيش سيناريو على الإطلاق أحسن لمصر من السيناريو اللي موجود، من اللي بيحصل في مصر، من حيث يعني ايه؟ من حيث الأمان طبعا جدا طبعا جدا، فرق كبير. يعني فرق كبير. شوف الدول التانية عاملة ازاي والحكاية عندهم عاملة ازاي، واحنا إلى حد كبير جدا برغم الإرهاب ومات مش عارف كام ومات كام، لا احنا احنا في حالة يعني حرب تعتبر على الحدود. ما بعتبرهاش برضو يعني عادي، يعني موضوع عادي. ده دي ضريبة، دي ضريبة هيدفعها ندفعها احنا وهيدفعوها اولادنا، ها، علشان الاستقرار البلد. الى جانب الامن بقى، في فعلا مشروعات كبيرة جدا بتتعمل وملحوظة، يعني شبكة الطرق اللي موجودة دي لو ما بتتعملش في الفترة الحالية كان زماننا كلنا مخنوقين عربيات، يعني ده فاهمة، صحيح. يعني هو فعلا في مشروعات على مستوى كبير جدا ومستوى قومي يعني كويسة جدا. طب انطباعك ايه من فكرة ارتفاع الأسعار وفكرة حالة برضو اللي الناس برضو يعني في أمان وكل حاجة، بس في جانب آخر من البسطاء برضو بيبصوا له. انت لو هتعمل برنامج وهتتكلم عن الأحداث من بعد الوش التاني لحد النهارده